قوة. تصريحات أحمدي نجات دقت آخر مسمار في نعش سياسة الانفتاح التي نهجها سلفه محمد خاتمي. فبعد 8 سنوات من الانفتاح الداخلي والخارجي، عادت لغة المواجهة والتصعيد لتطبع علاقات طهران مع العالم الخارجي. فتح إسماعيل، هل يعيد الحكم الجديد في إيران البلاد إلى المربع الأول الذي سبق حكم الإصلاحيين، وهو مربع العزلة والخناق مع المجتمع الدولي، والذي نجح خاتمي وأركان حكمه في الخروج منه نسبيا على الأقل؟ سؤال يكتسب مشروعيته من تطورات الشهور الأخيرة في طهران، والتي تؤشر مجتمعة على أن الجمهورية الإسلامية إنما تسير قدما في إثارة حافظة الغرب، لا سيما حين تعلق الأمر مؤخرا بإسرائيل. وهنا تحديدا لا يؤخذ الكلام إلا على محمل الجد، حتى ولو كان هزلا أو مجرد دعاية للاستهلاك الداخلي. ذلك الخط الأحمر عاود نجاد اختراقه، وهذه المرة من مكة، مشككا بمحرقة اليهود وداعيا إلى ترحيل الدولة العبرية إلى الجغرافيا الأوروبية. وقبل نحو شهرين هدد الرجل بمحو ذلك الكيان من الخريطة، فثارت ثائرة الغرب وتضاعف التأليب الإسرائيلي مرات ومرات بزعم أن لا شيء يمنع طهران من تحويل تهديداتها إلى وقائع، سوى أن تحوز مخلبا نوويا يخشى خصومها ألا يتأخر كثيرا. العالم إذن أمام إيران جديدة في النهج والتوجه، لا في الشكل وحسب. والمقارنة إذن جائزة بين عهدي خاتمي ونجاد. الأول اعتمد خطاب مصالحة وبراغماتية سياسية، والثاني فضل خطاب المواجهة والتحدي. بالأمس شمل الانفتاح الداخل الإيراني وتعداه إلى الخارج عبر مغازلة واشنطن، أما اليوم فقبضة داخلية تعضدها عزلة دولية، وكل ذلك انعكس على الملف النووي الحساس، فغابت المرونة وحل مكانها التشدد. صحيح أن الإصلاحيين لم ينجحوا تماما في جعل إيران تنخرط كليا في المجتمع الدولي، بدليل أنها ظلت عضوا فيما يسمى بمحور الشر، لكنهم بددوا كثيرا من الريبة والغضب إزاء بلدهم، والطريق إلى مراكز القرار ظلت سالكة أمام خاتمي، مثلما كانت سالكة أمام الأوروبيين يتوافدون على طهران، إلى أن جاءت الانتخابات تحمل مفاجأة انتصار رجال الثورة. هذا عن تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة. أما طموحات بلاده النووية فقد تعود عليها بالوبال. هذا ملخص ما صرح به اليوم محمد البرادعي، مدير إلينا مباشرة من القاهرة دكتور ضياء رشوان، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور رضوان، إلى أي حد يمكن أن تحدث تصريحات نجاد انقساما سياسيا داخليا في إيران؟ كلنا نعرف أن المجتمع الإيراني، سواء المجتمع السياسي أو المجتمع بشكل عام، يعرف انقساما موجودا بالفعل منذ قيام الثورة، وبخاصة في السنوات الثمانية الأخيرة، ما بين من يسمى بالإصلاحيين ومن يسمى بالمحافظين. التصريحات المتشددة للرئيس الإيراني الجديد محمود أحمدي نجاد، سواء السابقة أو الحالية، تأتي في سياق إقليمي ودولي يبدو فيه أن إيران بجناحيها المحافظ والإصلاحي تشعر بقدر حقيقي من التهديد، وبخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبشكل أخص من الجناح المتشدد أيضا بداخل الإدارة الأمريكية. وبالتالي ستلقى بالطبع هذه التصريحات قدرا من رفض الجناح الإصلاحي الحريص ليس فقط على فتح جسور مع العالم الغربي والعالم ككل، ولكن على تأجيل أي مواجهة يمكن أن تحدث ما بين إيران وبين الدول الغربية، وبخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى الوقت الذي تمتلك فيه إيران إمكانية لهذه المواجهة، وما بين الجناح المتشدد الذي يمثله الآن الرئيس الإيراني الجديد، والذي يبدو أن هذه التصريحات هي محاولة منه لاستباق ما يعتقد هو وجناحه أنها مواجهة قادمة مع الولايات المتحدة وربما أيضا مع إسرائيل. طيب، إلى أي حد يمكن أن تستغل تصريحات نجاد من قبل جماعات الضغط السياسي في الغرب وخصوصا في الولايات المتحدة للتسريع بهذه المواجهة التي تحدثت عنها؟ المشكلة الرئيسية في تصريحات الرئيس نجاد الحالية والسابقة أيضا ربما الحالية أكثر، أنها تخاطب وتمس ما يعرفه كافة المتخصصين وغير المتخصصين أيضا من مشاعر غربية، وبخاصة في أوروبا القديمة
مشاعر الشعور بالذنب تجاه ما حدث في الحرب العالمية الثانية، وتركيز كل المآسي التي شهدتها هذه الحرب في قضية اليهود والمحرقة، وهي مشاعر غذتها أيضا دعاية إسرائيلية ويهودية كثيفة وضغوط عنيفة من الجاليات اليهودية والجماعات الضغط الصهيونية الموجودة في هذه القارة، وقامت بنقلها إلى الولايات المتحدة التي تقود العالم الآن. مس الرئيس نجاد بهذه التصريحات عقدة أوروبا الحقيقية والتي حاولت وتحاول أن تتخلص منها، وبالتالي فإن أوروبا وكما رأينا جميعا من تصريحات وردود أفعال رؤسائها من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب بجناحيه شرقه وغربه كلها ضد هذه التصريحات. خطورة هذه التصريحات أنها قد تؤدي وتمهد أمام القادة الغربيين لسماع ما يريد الإسرائيليون أن يسمعوه لهم، وأن يزيدوا من المبالغة في حجم الخطر الإيراني عليهم، وهو الأمر الذي ربما لن يقيم فقط عزلة حول إيران، بل ربما يعطي الولايات المتحدة الأمريكية قدرا أكبر من التساهل مع أي محاولة لضرب إيران في وقت قادم وفي ضمن صمت غربي سوف تغذيه مثل هذه التصريحات. دكتور، باختصار شديد، هل تؤثر مثل هذه التصريحات على موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الملف النووي الإيراني؟ قد تعجب من هذه المقاربة، ولكن أنت استمعت إلى تصريحات البرادعي مؤخرا. بالتأكيد تؤثر. الوكالة ليست كيانا منعزلا، رأينا جميعا خلال السنوات الماضية وفي خلال الأزمة العراقية كيف تأثرت الوكالة بالسياسة، وكيف تضغط الحكومات الغربية وبخاصة الولايات المتحدة على الوكالة. مثل هذه التصريحات بالقطع ستؤدي إلى تعجيل وتسريع فتح الملف الإيراني، وربما محاولة إيصاله للأمم المتحدة لكي يبدأ مسلسل عزل إيران ربما ومقاطعتها قبل أن تصل إلى ما يعتقد الغربيون والإسرائيليون أنه يمثل تهديدا للدولة العبرية. دكتور ضياء رشوان من القاهرة، شكرا جزيلا لك.